قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن النزعة القومية في توزيع لقاحات الوقاية من فيروس كورونا تضر الجميع. وأضاف أدهانوم أن ضعف التعاون بين الدول يمثل حاجزا رئيسيا أمام تحقيق التوزيع اللازم للتطعيم على مستوى العالم لإنهاء الجائحة، موضحا أنه برغم العدد المتزايد لخيارات اللقاح فإن قدرة التصنيع الحالية لا تلبي سوى القليل من المطلوب على مستوى العالم.